ولادي شكون فيكم نحب نقول شكون فيكم يتعامل كيفاش يتعاملوا مع التسامح؟ كيفاش؟ التسامح كيفاش تعامل؟ أنت كيفاش تتعامل مع كاظم الغيظ؟ كي عندك مشكلة مع واحد أو واحدة كيفاش تكذب الغيظ؟ كيفاش تتعامل؟ كاظم الغيظ؟ شو أنت بتغش منه؟ لا لا كي أي الغيظ معناتها في بلاصة ما كيفاش تتعامل مع واحد عملك عملة؟ حتى في رمضان حتى في اي شيء في خارج رمضان كيفاش تتعامل؟ يلا في رمضان الحقيقه ما نحكيش معاه بعد ما بعد رمضان نولي نحكي معاه تقعد تحكي بلا انا سا ديبو انا سيتياسيون نجم على البلاصه نرجع عليه كيما نجم نطفي ترجع عليه بالكهرباء كيما صدق خويا نفر كهرباء انا وما صار شيء معناتها نحكي وخيا المشاكل كل تتحل نورمال برانسيب سيدي انت وشخص كان في طوله يضرب يا لا حتى لو كان اطول نضرب وانت ولا عامله زيها ليه انت مش شخص خاطر تنجم يكون شخص عزيز عليك وعمل عمله خايبه العنف مش طيب اشتراها بطريقه اخرى شخص باساجي ما تعرفوش عمل لك عمله خايبه استاذ نوف نحاول نكتب ماما ساعات نطرشك انت تحاول تكتب حاول تطرشك كيفاش نوع الترشيق نتاعك؟ لا بالحق يعني ثم نوع الترشيق لا نوع الترشيق لازم يكون يعني لفظي مش واحد يتحرك شويه لفظي كذا كذا ثم الترشيق هذا من نوع اخر لا لا مثلا نوع الترشيق لفظي لفظي استاذه مريم كيفاش يكون انا نطفي كومبليتمون الوغ لا يدخل من هنا يخرج من هنا و سي تري سامبل وديما نقول معناتها كلامه يترد عليه معناتها استاذ انا نكتب من داخل كي نوفل بعد نرجع عليه اما مش كي نوفل نلكمه نحصروا في كوان ونركع فيه بالبونية إزي يا باندي تعرفني يا ماشي مش معقول كان هذا الشعب التونسي الشعب التونسي تقول لي أنا نسأل روحي أنا كيفاش نعمل كيفاش تعمل استنى في أنت كل حقيقة أي كل حقيقة أي بصراحة نحاول باش نحاول باش نخبي أكثر ما يمكن لكن أنت واللحظات وأنت الواحد ساعة ساعة يطلع راسي الواحد الله غالب يضعف الإنسان يخرج على السكة لكن خروج على السكة يكون شويه مقبول ما يكونش ما فيش الفاظ بذيئه ما فيش كذا كذا ما فيش يعني الفاظ سيئه مش نتعمى واحد بيك عليك صفتك ونجبد له عرش ونجبد له خالتك وامه وابوه كذا فهذا من غير معقول فيحاول الانسان كيفاش يتجنب اكثر ما يمكن وربي سبحانه وتعالى يسور يقول والكاذي من الغيظ والعافين عن الناس ان الله يحب المحسنين شكون فينا ما يحبش يكون من المحسنين شكرا شيخ استاذ بيا نعلمك اللي انا ماني شيخ انا اكتب من غير استاذ فوز صحيح نواصلوا حصتنا مع افضل منشط في 2017 نوف الورتاني ميرسي فوز ميرسي ميرسي شفتوا كاظم الغيظ كيفاش كي عطات له كاظم السعر طلع اصلا عمل سيلونس استاذ بيا برشا بلدان عربيه كي نسافروا لهم ساعات نقولوا الكلمه الحلوه واش نخسروا كي نقولوها تو ريت كي نمشيو مصر للشرق سوريا العراق يبدو يخرجوا في برشا كلمه حلوه في العرك يبدا يقولوا ما تصلي على النبي ما تصلي على النبي احنا في تونس باش نشكروا حد نقولوا كلام خايب معناتها بالحق معناتها لا الهم يلا مثلا عزيز بنو بالدعاء يلا نمشيو لاخبار رمضان مع زين العابدين المستوري ان شاء الله يلا يلا اخبار رمضان مع زين العابدين المستوري وسهلا بكم في نشرة الأخبار دستوريا وبعد الجدال الذي وقع على القانون 52 تم صباح اليوم تغيير القانون ما عادش عام فيسبا ولا عام نسيبتي العزيزة ويتمثل في أنك تعدي عام تتفرج في نسيبتي العزيزة وكان خرجت من الحبس حي هوجي وفي خبر ثقافي أكدت حنان الشجراني أنه بإمكانها تقديم جميع الأدوار بما في ذلك دور الملكة إليزابيث ملكة أنجلترا وأنا من موقعي هذا نحب نقول لها يا حنان أنت ما تعملش دور ملكة أنجلترا أنت تعمل دور أنجلترا بيدها وبعد انتشار خبر أن الساجين محكوم بالإعدام يجتاز البكالوريا انتشار خبر أن مواطن حر طليق يجتاز امتحان الدوامة المتمثل في أنك تعدي ساعة تتفرج في الدوامة من غير ما تقول حتى كلمة زايدة ولا تندب وجهك بشقفة وفي خبر أن السوق بحذر تمكنت قوات الأمن من القبض على مهربين تحصنوا بالفرار وعند فحص أمتعتهم اتضح أنهم يراوعون الأهالي بصورة الفاهم وهو يقول كيتي على روحي وقد تم إلقاء القبض عليهم من قبل قواتنا البواسل
وعلى علميا الان تمكن مخترع فرنسي من اختراع اله حديديه تمكنك من نسيان ستكم الحجامه في راسك بتصرفيق على مخك. واليكم صوره لهذه الاله عصات بيسبول. وفي خبر طريف ياتينا من تونس، مواطن يقبض على زوجته في غرفه النوم مع عشيقها في منزله، فقد قدم ببلاغ لدى مركز الشرطه قائلا: يا فرير ما غاضنيش اني ندخل نلقاها مع راجل، غاضني اني ندخل نلقاها مع راجل ويتفرجوا في نسيبتي العزيزه. شكرا على حسن المتابعه والاهتمام، نلتقي في نشره الاخباريه القادمه، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعد الشر خلينا نعملوا شويه خير، خلينا نكفروا دعابه وتفدليك لحظه مغزى خفتلك على حنان تبعني اخرى وتفدليك بالعاني نصيب وعلى الدوام بحذاها بطل بطلت الدوام وقاعد وبس نورمال مره فايت على طونطيون ولدنا وخونا سيمي فيري وسيجما عادي معناتها راو نفدكوا معناتها راو عادي عادي تحيه للزملاء وتحيه لسيبتي العزيزه معناتها الاخبار الاخراني معناتها سي نورمال ضحك ضحك فوزي في العاده ما يحبش فوزي ولا ضحك انا واخبار تخيل هذا الاخراني اخبار بلاك ضحكني هذا يا ريتك تضحك لا ما تضحكش تضحك على روحي انا اسمع رجعت بيا لايمات التركيز مع فوزي الشون فيزيون وصفوتي بربي سايبوني كيما تعرفوا دونك ليلا حاضره معنا في مرجدي كل جمعه في لو غران جو ليلا ابتداء من ود البارح بدينا حتى لاخر رمضان باش نكونوا حاضرين كل يوم دونك خلينا نحكيوا ليلا خمت في صغيراتنا وعملت لهم كوش من احسن ما فما من ناحيه الجوده والسوم مع ليلا كونفور ماكس اكتيف نشوفوا مع بعض صغيراتنا محليهم يمليوا الدار حركتهم وضحكتهم وحتى بعميلهم اللي بدعوا فيهم كل نهار احنا ديما وراهم وليلا ديما معنا سهل حياتنا وحياتهم وتوا ليلا كونفور ماكس اكتيف جديد باللي كوتي الاستيك الكوش اللي تحمي من التسرب وبستريتش الحنين على جناب يسهل كل حركه وتتماشى بالضبط مع قياسه ولدي وليلا ما يوقفهم شيء لا حركة النهار ولا طول الليل ليلا تفرح بالمولود الجديد وتهدي دو كوش مع كل باكي نوفوني ليلا بصفتها مؤسسة وطنية ما نسيتش العمل الاجتماعي لعانات اللي تقدم فيهم ليلا لجمعيات رعاية المسنين مراكز رعاية الطفولة للسبيطارات زادة هو من صميم الخدمة متاحها وليلا تعتبر لهذا واجب بما أنه يساهم في إدخال السعادة في قلوب العديد من الناس اللي هما في أشد الحاجة لإعانة هذه دونك حتى لآخر رمضان كل نهار نقدموا مساعدة مالية لجمعية من جمعيات المسنين إجا مريوم اليد البريئة باش تختار دونك الجمعيه وباش تختار مبلغ مالي نبدا بالجمعيه ابدا بالجمعيه يلا كل الجمعيات هما يحتاجوا لا هذاك المبلغ المبلغ ايش دونك المبلغ هاوك خرج جمعيه رعايه المسنين بجندوبه دونك برافو والمبلغ المالي 5000 دينار يدك مبروكه مريومه ميرسي 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 لمريومه دونك من هدي ليلا جمعيه رعايه مسنين بجندوبه يتفرجوا فينا باش تجيهم اللي عنا ب 5000 دينار بفوق ال 50000 دينار من هنا لاخر رمضان ليلا باش تساهم الجمعيات هذم شكرا ليها على العمل الخير وقلنا لكم دونك من الجمعة هذه في وسط الجمعة هذه باش نمشيو البدر تخلص الكريدي، اش معناتها باش ندوروا على برشا عطارة ناخذوا الكريدي اللي عنده الكل المئات العائلات وباش نخلصوا له كريدي كامل ونصوروا العطار باش أي عائلة مكردي عنده تعرف اللي الكريدي نتاعها خلص، تعرفوا المواد الغذائية التونسي يستهلك برشا في رمضان،
ما يوفر رمضان الا هما غارقين في الديون، نحاولوا على الاقل نخلصوا الكريدي، والكل باش يكونوا بمساهمه ليلى اللي تفاعلت مع البدره هذه، يعطيها الصحه على العمل الخيري اللي تعمل فيه. يلا نمشيوا بسرعه، ليجوز او لا يجوز. هاي تمخميخ، يجوز او لا يجوز تتسحر اللي قعد من العشاء؟ بيسر مقرونه بريك حاجات يجوز ومحبذ ومحبذ ومنصوح به. هو في اطار سياسه التقشف. شنو؟ لا مش تقشف، معناتها تزيد تكمل ثقل كسكسي ومقرونه. لا على التقشف نحكي، مش حاجه خفيفه مصفوف حاجه. يجوز مش لا يجوز، لا يجوز كلمه كبيره، اما من مش مستحب. اي من مستحب تتسحر حاجه خفيفه، مع حاجه خفيفه سلطه من شويه مثلا. اي مره قداش لا نشتيو تبدا حاره زيدو. بس كل كي تحكي معاه تقول لك كيفو مانجي هكا ليجي، فو با ابوزي، وقت اللي سي با فري، وقت اللي نجوعوا ونتفكر اللي غدوه نهاير شر وعطش، والله ندور على كل شيء. ندور على بليل ربيلك، ربيلك بيا تدور على كل شيء. سامحني في التوفم اللي باغيزوم يقعدوا لهم بريك من العشاء ياكلوا بريك، سي تخي موفي. والله ندور عليه. يجوز ولا يجوز راجل يعمل عركه لمرته خاطر الماكله ناقصه شويه ملح؟ لا يعيب وموجود. لا مش حلوه هذه. بليل يجوز؟ يجوز. عليه خاطرك تبدا باش تمشي تاكل، تبدا عام انت في مخك مركب حكايه، عرفت؟ والله كي تبدا انا بدل والله انا اللي تبدا جيعان مش نروح للدار مثلا شاهي لوبيا. شكرا بدا اللي يحكي على الماكله معناته يعمل علي في العرك. وين تمشي الماكله بلاد؟ ما نعرفش، المهم المهم يعمل العرك. والله تبدا عامل عليها جو في الجو حاجه هكا سافا. زيد شويه ملح بلاد ونقص من الحس. زيد شويه ملح واختار. تختار صادق لا يجوز. لا يجوز تو واحد تعب الاخر يزيد والله مش معقول. برافو. يجوز ولا يجوز تحط كرهبتك اون دوزيام بوزيسيون باش تهبط تشي خبز سخون من الكوش؟ لا 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 جا ربي هذوما بالذات العباد وتعطل السيركيلاسيون. اقسم بالله حط كرهبته يهبط واحد ونبداو احنا بكرهبنا وكثيرون منهم معناتها وانا في التاكسي لما حالا ما نبداو في كرهبهم الناس بقلق. الساعة هذيك يحكي بالحق، الساعة هذيك يحكي ما عندوش بيرمي. انا في التاكسي قلت ديجا انا في التاكسي بقلق وكلها اللي يجوز. لا لا مستحيل والله كان جيت، والله كان جيت جو بونس اللي هو يجوز يحط يجوز. اما لا يجوز انا تصير ساعات تحط كرهبته لا يجوز. ساعات تصير حطوا حط لا يجوز. انا الساعة اقسم بالله الى عمري مشيت الكوشة باش ناخذ خبز سخون خاطر ما تعنينيش. لا 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 دوزيام بوزيسيون انا ساعات مثلا باش ناخذ قهوه في قبلي وما لقيتش نخلي دوزيام بوزيسيون نحط كات كلينتون في ساعه نجيبها في قبلي. والله سا ديبو معناتها كياس يعدي ما يعديش باش كان بالسكر على العباد لا يجوز. اما تو اسمع تو نتاع المصحي تو نتاع المجاملات قاعد يدخل في الحصه وبصراحه وبصراحه انا بديت نتغشش راهو. هو زيد علي انت تحب يجوز تحب غدو كلها حتى دوزيام بوزيسيون تشرب الخبز. هاي عندي سؤال اهم يا زينه ما دوزيام يجوز ولا يجوز تاكل دلاع بالخبز؟ يجوز على الخبز شعب تونسي يوني بلا وتاي باش تونسي خبز جازوز خبز عنب خبز عنب خبز عنب خبز عنب خبز وتاي خبز وتفاح دلاع وخبز بدنا مع الدلاع انا شكون باش انا وقفت مع بطيخ وكسكسي بدلاع وخبز ما خلطت. انا الحقيقه نفخت الخبز في التاي وكليت. لا 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 دلاع وخبز والخبز زاده. اسمع تفاح مريم لحظه لحظه مريم اونيتات شوك. مريم تعرف في الصيف ما فماش فطور دلاع وخبز. دلاع وخبز معناتها الدلاع هو فيه برشا يكونتيان بوكو دو معناتها فيه برشا ماء تزيد كمل على العجين الخبز وبعد تو دوموند كيفاش مبجبج وكيفاش كنا فايضين وكروشنا لبرا وزنودنا ونعشنا. باش قولك في كيوي وطابونه. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le cuir. Je peux, il y a juste mais la question, Benin, Benin, moi je suis normal. Attends, الوصفة السحرية هو ماذا بيك من المحبز يكون في الليل ترجع كي صار لحظة برك يبدا آخر الليل والدنيا تبدا سخونة وأنت قاعد البر تبعث واحد يمشي يجيب الخبز سخون من الكوشة دوب محل طب مش قاطع ولا ما جبت خبز سخون وأنت قاعد البر لابس شورت ومريو الخلعة وفير الجرية وخذ من الدار وزيت زيتونة يا معلم وتلفز البر وتلفز البر ياكل وقت اللي تضرب هكا بساقيك باش ترجع للونتيل وتاكل حاجة بنينة ياسر فوزي تعرفوا تعرفوا كلام ده حد جريب قدام داره
وماريو لا وبتكي شو مر مر احنا في حلقه يا حسره والله ما حليج والله يا القدر انا هيك اسمع خبرك هيك كلها تلقاها بجري القاعده تقول لك اللاجئين السوريين تلقى متعدي عليهم استاذ مريم تخمم على واحد كيفش يعني دلاع ولي ياسمين عرف سيدي عبد السلام في حمله في حلفوين والفقر يعني يقبل في متى مثلا خمنا احنا في السمنه ونخمم في الكوليسترول خبز ودلع خبز وبطيخ خبز وعنب خبز وتاي خبز وكازوز وخبز وخبز تعدي خبزك معنا يعني من كوشيلو يا خبز يا الحقرة والله تحكي خبز خبز وراي خبز البن اسمعني فطور زبده فطور خبز وكعبة طماطم اي كعبة طماطم وقرن يا معلم شو خايف ايش شو تقول انت قرن فلفل سيد ليه تو ما عادش مقبل ناكل وسمعتني نعطيك فاز والسمنه والكوليسترول توت وجد قبل ما كانش خاطر كنا نتحركوا برشا معناتها به اما اما قبل كانوا العباد يتقلقوا منه ويموتوا حتى منه مش فاهمين علاش تو خاطر الطب تقدم ولينا نعرفوا سي كوا الكوليسترول سي كوا شوف يقول لك مات اللهم صلي على النبي وجهه هك احمر احمر هو نقر الدم عنده ثلاث ايام يجوز ولا يجوز تحط اربع طوابع سكر في الاكسبريس لا ما يجوز هي كلها لا تو تحط اربع طوابع طوابع في يوفى لو جو دو كافي معناتها شكونه؟ يوفى لو جو دو كافي يديسباغي لو جو دو أنا كنت قبل نحط أربعة طوابع سكر في قرص نحط كنت حاسيلو ميرسي معنا توانسة توانسة عنا عوايد عالمية ما ينجم يقدنا حد يلا نمشيو لبلاي ثم نرجعو أمور جدية من باريس أحلى سهرية في رمضان على الفضائية مع أمور جدية أمور جدية بيا زردي أمور جدية أكبر تحية فوزي بن قمرة بيا زردي لا تحية أمور جدية السويسي من تركيا يقدم تحية لأمور جدية وفوزي بن قمرة. عسلامة احنا من إيطاليا ونقدم تحية كريم الغربي أحلى أمور جدية إيطاليا برازيل تونسيا أمور جدية أمور جدية تحياتنا من ألمانيا أنا محمد علي مرتي نحييكم برشا مفرهدينا في الغربة يعطيكم الصحة تحية بالورود نعم الغزاز الأقوى قناة في تونس حوار تونسي وبالتحديد الأمور جدية وديديكاس كريم الغربي ديديكاس مريم بن مهدي ديديكاس من الدوحة نتفرجوا فيكم كل يوم نحبكم برشا برشا نوفل الورتاني سورتو بس يا حراوي أمور انتي زادة انزل بلاي وسجل فيديو وابعثنا على 58 080 نمشيو نمشيو توا لكويزين لا غوسيت متاع اليوم اسمها سيترون فارسي دبره هي لبرشا من ناحيه الشكل والتقديم كيما البنه تشوفوا مع بعضنا الحاجه تميزها هي لو ميلانج متاع لي كولور اللي يشهيك باش تاكلها الميلانج زاده موجود في الجو فما مزيج متاع النكهات يخليك تغمض عينيك وتستمتع بالنكهه وبالاخص تعمل مايونيز متاع لو سيور اللي خلطنا به الحشو واللي من دوره زاده اعطى تماسك للخليط تخيلوا مايونيز متاع لو سيور مخلطه مع التون والكبار وزيد عليهم رشه ملح وفلفل اكحل بنا يا صادق ما تتوصفش مايونيز لو سيور بنتها وحدها بفضل وصفه سبيسيال معموله باعز عظام فريشك تكستور نتاعها رطبه كل كريمه ولونها شاهي نجموا تاكلوها مع سلايت لي فخيت ولا لي ساندويتش وحاجه اخرى باش تفرح برشا ناس مايونيز لي سيور موجوده زاده في فيرسيون خفيفه فيها 40% اقل مواد
دهنيه من المايونيز للسير العاديه. كيك الجماعه اللي عاملين ريجيم وما يحبوش يسمنوا ما يحرموش رواحهم من بنت احسن مايونيز. فما دو فيرسيون واكيد منتوجات للسير فيهم اكثر من نوع واكثر من نكهه. زيوت عاليه الجوده، زيت الكولزاف، خيال، مايس، تورنسول، كيما نلقاو زاده الموتار، الكاتشاب، لي صوص سلاد بالنكهات المختلفه نتاعهم. لي برودوي لو سيور يعطيو لمسه خاصه لاكلاتكم، وتلقاو فيهم شوا كبير للتصنيف باش تكتشفوا افكار دي روسيت متنوعين. ما عليكم كان تدخلوا الباج فيسبوك لو سيور تونيزي باش تزيدوا تعرفوا اكثر وتتعرفوا على منتوجات لو سيور. تصفيقه كبيره على صادق حلويز. دونك امشيوا لو سيور تونيزي، المايونيز والكاتشاب والموتار معناتها تبنن برشا للسلاد نتاعكم. بنينه ياسر اي وخفيفه على الاخر. اي اون بليس ماركه معروفه لو سيور، معناتها عالميه الماركه. يلا حب تصفيقه على بلال المساوي. دونك بلال المساوي قاعدين، انت السيناريست نتاع دنيا اخرى اللي قاعد يتصدر في نسب المشاهده واحيانا قلب بقلبه مع ولاد مفيده باش ما نغشوش بعث القناه ولاد مفيده وكذا وقاوق معناتها اكيد دبلنا عليه شويه احنا معناتها دبلنا شويه الامور هذه ما تخش فيها. دونك كيفاش ريت الرياكسيون تاع العباد بلال؟ بون ولي والحاجه ساعه نحب نشكر ليكيب الكل اللي خدمت معناها من الممثلين والتقنيين والمخرج قيس شقير. يعني خدمنا الناس ضحات برشا بالحق سورتو في رمضان، تعبوا برشا قاعدين نصوروا في رمضان. ليكيب سنه محلاها سورتو الممثلين اللي تزيدوا الكل محلاهم اللي تزيدوا عطاو لو بلوس بيان سور بما فيهم بيان سور دراغون والاولاد القدس صادق بسام كريم ديجا مع من الاول معناها من الاول حاجه طياره مع نعيمه مع الاولاد الكل صافا. ان شاء الله نكونوا معناها عجب العباد ان شاء الله نكون سورتو العباد معناها المتفرجين معناها مش جماعة الزملاء ما يهموك. لا لا نحكي لك مش على الميدان، نحكي جماعة الميدان هو عادة نحكي للمشاهدين. نجح بنجاح بالنسبة لك النجاح نسب مشاهدة بيان سور مشاهدة وتشوف في الشارع وتشوف العباد شنو تحكي وتشوف لي رياكسيون تاع العباد. الحاجة الضحك تاع الشارع خيال صحيح مش خيال ما نعرفش ممكن معز انت معز سبيدي تفسخ دراجون لسه ما يكون فيها هذه 15 سنة نعم يترجع عرفتها وفلا معناها الحمد لله ان شاء الله يا ربي سيزون ان شاء الله سيزون تلقى نفس النجاح نتاع السيزون هذا. واحد يكون ثروة وواحد يكون في سبيدي. في سبيدي لا لا معناتها سي كلير كو كي تخرج القوي كل ما بصراحة معناتها نحب نشكر ساعة المتفرجين مرة أخرى بدون ما ندخلوا في كل النسب المشاهدة ما نحبوش ندخلوا في النقاش هذاك الجملة. نشكرهم على الثقة الكبيرة اللي خلى كل برامج الحوار التونسي في المراتب الأولى. شكرا على هذه الثقة. على الاقل كي واحد يخدم كي واحد يتعب حتى معناتها حتى امور جديه الحمد لله معناتها في مراتب متقدمه نتعب ونسهر ونصبحوا نحسوا اللي تعبنا مش ماشي خساره صحيح. فوزي تشوف ريكسون العباد الحمد لله. بار كونتر سيفري النقاد معناتها كانوا برشا نقاد مش الكل مش نقاد فهم فرق بين نقاد وفهم فرق بين واحد قال الدنيا اخرى في ممثلين حلوين اما السيناريو مش باهي. عم جينا حي سيناريو خلي ممثلين الحلوين ما نعرفش انا كوثر نحبها والله كوثر نحبها برشا قلت لك باش انا شوف انا راني صغير حتى في العمر راني صغير ما زلت نتعلم قاعد واحده واحده واحد اخر سبحان الله ان شاء الله يا ربي. لا معروف بلال متواضع في الدنيا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي العام الجاي ولي جبل سيسي قال دنيا اخرى خطر على المجتمع بسعاده انا كيفاش فهمت انا كيفاش مسلسل خطر على المجتمع بالحق معناها تحسسني اللي نبيعوا في الزطله نبيعوا في الزطله مسلسل راهو هذاك فيكسيون من وحي خيال الكاتب والممثلين وكله هذاك شخصيته ما فهمتش الخطر وين هنا الخطر مثلا حاتم بالحاج قال شخصيه سمير ياسر خدموا فيها على التصديق ياسر عملتوه على اساس معناها الله يرحمه اسبوعي كي كان يخدم كي كان يكتب له يكتب له معناها انه يصنع في القنابل النوويه هو زاد خدم معناها شخصيه اسبوعي في الشعر الله يرحمه كان مشهور برشا براتيكمون بانه عنده تصديق الضحك نفس الشيء اللي جاي في الكاركتير بتاعه حبيته موجودين والكوميديا ماهيش باش تجيب مش نعمل بدعه انا مش نجيب حاجه ما صارتش هو نوفل انا مشكلتي تحب اقول لك سامحني بلال هو مشكلتي اني معناتها تغيب المؤسسه النقديه في تونس معناتها النقاد الصحاح كي ينقدك يبدا ما عنده معناتها تقرا باش تقرا له تصلح روحك عادي جدا
اما مثلا تعليقات كي من هذه ما عندها حتى معنى. ما تمنعش واحد انه يعطي. لا 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 شوف شوف يا نوفل ماهوش مش فهم فرق تبقى اللي قاعد يصير انطباعيه. لا لا ما يضحكنيش هذاك ما صحيح. اما ندخلوا ندخلوا علاش الدوز الزايده؟ علاش فما دوز زايده؟ فوالا اكزاكتلي. ما يضحكنيش ما نتفرجش فيه. فما دوز زايده فما دوز على المجتمع وانه كذا وانه انت واحد كي جميل سيسي يقول اخترع المجتمع تشوف افلام ومن عصفور اسطح وانت جاي مش اخترع المجتمع ولا مثل قبل شنو المجتمع ويزينا بالوصاية على المجتمع يهديكم. المجتمع راهو يتفرج في الافلام في العالم. المجتمع اليوم قدامه انترنت شو خط معناتها انت باش تقول خطر وهذه مسائل. لا وكل ما قلت واين الهيكا واين درجه معلومه انا فما وصلت التوب نتاع النقد نتاع السيت كوم معناها نتاع المسلسل بيتو جا واحد اش قال؟ قال لك دنيا اخرى لا فيه لا احداث لا فيه سيناريو ما فيه ما فيهش احداث. وانا قلت له انا والاخر داغر زهره وزهره وضربتها كهرباء ونحى كيلوت ماشي هذاك شي تسمى هذاك هذاك تسمى يظن مقرونه بالطماطم. فهمت انا ماهوش احداث. فما فما بوكو تشيت فيه بالحق تو احنا بالحقيقه انا راني والله مش على خاطر ما نحبش انا يعتبروا بالحق ما نحبش يعتبروا يقول لك هاو قاعدين في في معناها في تلفزيون ما يقبلوش النقد وقاعدين ليه ليه والله ليه والله فادو تو انا تعرف شنو مثلا يقلقني مثلا النقد كل يوم احنا قاعدين الناس ينقدوا فينا لعمرنا ردينا مادام كلول راه تعرض للنقد مع لعمرنا ردينا وحتى كتشوف ونكلموا صحابنا في التاسعة في حنا بعل في تونسنا نستدعاهم كي نجموا استدعينا من سيبتي العجيزة لتولا لقينا واحد متفاضي استدعينا من بوليس نستدعاهم معناتها من الوطنية الناس كل تجي حذانا فما الحقد يوصل سمعت حاتم الحاج سمعت في اكسبريس ولا يسأل في مفتي على برامجنا يسأل المفتي قالوا كيفاش انت تقدم في الحوار وبعدك فما برنامج فيه عنف معناتها المفتي معناتها غدوة نقعد باهت من عبيد هكا الحقد وصل بهم يقولوا ما نقبلوش نقد ليه ينقد 100 سنة الصباح عادي معناتها نقبلوا البرنامج هذاك حلال ولا حرام ولاو يسألوا في اكسبريس مانيش مصدق نص ساعة يسألوا في شيخ على برامج قناة الحوار تعرفش معناتها معناتها انت غدوة المافيولا باش تولي نجيبوا شيخ خويا ضربة جزاء حلال ولا حرام غدوة بعد غدوة تحل الباب يا خويا نجيب لك انا مفتي يقول لك الموسيقى اللي تعدي فيها حرام والكليبات حرام والتمثيل حرام بعد اللقطة معناتها يوصلوا يحلوا في باب خطير علاش؟ جيست يحب يتسبب معناتها شيء رهيب اللقطة ذيك صحفية تسأل في مفتي الجمهورية على برامج اللقطة اللي صارت اللي وخرت عليها مسلسل ولاد مفيدة للعشاء فما منشط نسمع فيه قال ولدي في جنبي راكب سيناريو معناتها تحس انه فيلم ولدي في جنبي شاف اللقطه من هنا قلت له برر قال لي يا نتفرج يا تو ان شاء الله تروح عمره اربع سنين فهم معناها خلينا نحكيو صدق معناتها فما مبالغه فما اكزاجيراسيون وانت ماكش مربي ولدك باش نربيه معناتها سي سي لا باش نحكي لك على باب لك اللي يدخلوا فيه معناتها ولاو يدخلوا في يحلوا في باب خطير معناتها عباد يتشدقوا انهم يقبلوا الراي وعلمانيين واحد واللي يسال في شيوخه معناتها راهو راي وصلت بهم لدرجه معناتها كان تحلوه الباب هذا انتم تو تقوموا يا ولدي ما هو اسمع انت ما تقولوا ماستين ما يضحكوش السيجما غالطه كذا غالطه احنا نقبلوا احنا مقدمين مردود جينا الاولانيين الثانيين العشرين الحمد لله معناتها هذاك شو سو كنا بروبوزي شو احنا في عين شمس الغربان صدقني ذي كله فما ناس احيلت على البطاله داكور دو راك بتو مش فما فما عبيد ديجون خارجه بالحق قول لي يفد سبحان الله ما كنت اسرت مومو ما معناها كذا تخدم وكذا جيت جينيراسيون جديده نتاع دي كوميديان نتاع كتاب نتاع اللي تحب انت ما سيب العباد تخدم على الرواح سيب الناس تخدم وتو ابري تو مادام العباد تتفرج فيك فرحانه مش باش تستنى انا اكس ولا يجريك باش يجي يخرج باش يقول راهو تهريج راهو ينقدوا حتى من جينيراسيون جديده معناتها مش بالضروره يكون جينيراسيون جديده والله راهو اما حاجه اخرى ينقدوا كان في البرامج الناجحه وفي الاعمال الناجحه الفاشله ما شدوش حتى برنامج حتى مسلسل فاشل وشدوا نقدوا تسمع من الصباح الليل وما يحكيو على الفاشل والله النقد ما يحكيو من الصباح الليل نحب حاجه برك ما تقلقتني نوفل كي نحكيو ان نستعملوا مصطلحات غلط ما هوش نقد بالعكس النقد احنا نطلبه أيه. هذا انتقاد هذه دوزه زايده نتاع حقد دوزه زايده نتاع تحطيم دوزه زايده نتاع مش نقد خاطر النقد احنا مذهبيه كل يوم نحل جريده نلقى نقد بناء اللي طورني اللي قدمني اللي يعطيني افكار جدد اللي يحل لي بيبان جديده هذا كان نسميه نقد ونقد معناتها ونتحس انسان كاتبه فاهم فاش قاعد يعمل على درايه عنده مصطلحات عنده خلفيات ثقافيه
وجماليه يحلل به الاشياء. اما كانك تولي تحلل وتخبط وتغلط في الناس ومعناتها تجي انسان معروف تساله يبدا يغلط في الناس، يبدا يحكي على شخصيه معناتها كانه يحكي على انسان في الدنيا على جارم. الورك الشخصيه ذيك راهي صديقي، راهي شخصيه دراميه بالضبط كيما المواطن العادي اللي راهي تحتمل راهي فكره، راهي شخصيه دراميه عايشك، راهي فكره، راهو ماهوش انسان. واضح صادق واضح، باش نقفلوا باش نقفلوا فيسا معناتها دقيقه جست رحيل بربي. اي واحد يعطي رايه عادي بالنسبه لي هذا كلمات حافظينهم التهريج والابتذال والواحد ما بلي نحيهم، راه اجيب مصطلح جديد وجن. لا معناتها انت مثلا انت كي تقول كوثر بردي نحبها، ما كان كوثر بردي والله لا نجم، والله حتى كان عندي مؤخرات كان كوثر بردي اللي تمثل في نسبتي العزيزه تقول عمل بلا سيناريو، مالا نسبتي العزيزه بلا شنو نسبتي العزيزه اللي ميم كليشيه تعاودوا تو ثلاث سنين. فما جدا فما مشكله اخرى تعقليه نوفل، العوامل الاولى نجحت فما التونسي ما عندناش ثقافه النجاح. تونسي انت ناجح فهمش نغزر لك الفوق ونعمل مخير منك، لا انت ديما تغزر الفوق ونفوت لا يلزمني نغزر لك لوطه ونجم تجيب مزاجك لعبتك معايا. واقف بدي يلا يلا ما نحبش نقعدوا ما نحبش نقعدوا نحكيوا برشا على رواحنا ان توكا. فما انا النقد هذاك نقبلوه نسمعه، فوزي تعرف نسمعه كل يوم في عباد تسب فينا ولعمرنا استغلينا هذا المنبر باش نردوا، ولكن فما عباد انا هذيك فاست اللي نسمع في الشيوخ انا عباد يطمزوا في عينيهم يقول لك علي وعلى اعدائي برخا نبدل مقاييس النقد ونولي نجيب في مفتي الجمهوريه نسال فيه على برامج معناتها شو انت وين داخل بروحك في حيط جوست ريان كو باش تقول احنا يجي يقول راهو ماست، قول راهو ما يعجبونيش، قول راهو اتفه عباد في العالم، عادي انت حر. نتقابلوا غدوه في امور جديده خير. Aisha, 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 Ais